السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. اليوم راح نتكلموا عن العلاجات الجديدة اللي موجودة في العالم على السكري. موضوع هذا مهم كثير، وعدة ناس يعني طرحوا الأسئلة، ومام يوميا في لا كونسلتاسيون يعني الناس راهي تسقسي واش كاين جديد من ناحية العلاج تاع السكري، لأنه في الإنترنت في اليوتيوب وغيرها الناس تتكلم كثير على ما هو جديد في هذا الميدان. الحقيقة الجديد موجود، ولكن على عدة مستويات من التفكير، لأنه هناك ما يسمى بالتكنولوجي مودرن أو استعمال الوسائل التكنولوجية مثل لو بونكريا ارتيفيسيال أو ما يسمى بلا بوكل فيرمي. لا بوكل فيرمي هذه عبارة عن اون بومب انسولين، مضخة الانسولين يعرفوها الناس، اللي هي عبارة عن فيها اون غوتيير تعمرها بالانسولين، وكل مرة تحب تبعث كميات الانسولين العدد اللي تحوس تبعثه، يعني بلا غير ما تروح للستيلو تاع الحقن هذوك. وايضا كاين لو فري ستايل ليبر، او يعني لو نون كوميرسيال تاعو هكذا، وهو ما يسمى حنا لا ميزور كونتينيو دو غليسيمي، اللي هو القياس المستمر للسكري في الدم. لا كومبينيزون تاع هادون في زوج يعطي ما يسمى بلا بوكل فيرمي، يعني انه هذا كيقيس السكر، كل ما صاب السكر باللي مرتفع جدا راح يحث المضخه باش تبعث كميه الانسولين، وايضا عندما يحس باللي السكري راهو هابط فراح يتوقف المضخه على بعث الانسولين. طبعا هذا الشكل يعني تبسيطي، ولكن هو معقد كثير، لانه يعني يخضع الى ميكانيزمات اخرى اكثر تعقيدا، باش الباسيون ما يقدرش يعني ما يديرش ديزيبو وديزيبير، لانه راح يكون الاجهزه هذو مستقلين تماما تقريبا على القرار تاع المريض، الا في الحالات الاستثنائيه وين تكون هناك خلل تقني ولا حاجه، فهذوكم راح يعطوا دي سينيال سونور ولا غيره باش يقدر يعني يتحكم في السكر تاعو. لا بوكل فيرمي بدات الاستعمال تاعها جابت نتائج مشجعه جدا، السكر عند الناس هذم اصبح يعني يتحكموا فيه بطريقه هائله، ولكن الكلفه تاعو من ناحيه، وثاني حاجه ايضا لو ريكول تاعو مازال ما يعني ما كانش عدد من السنوات مرت باش يتم دراسه واش هي الخلل اللي قادر يكون يتسبب فيه. طبعا ولكن في المستقبل راح يتحسن، راح يزيد كثير الى غير ذلك. الطرق الاخرى هي زرع، مثلا زرع البنكرياس، زرع البنكرياس لا غريف يعني جو بونخيا، كما تعرفوا كاين زرع الكلى، زرع الكبد الى غير ذلك. البنكرياس عليه صعيب الزرع تاعو، لانه البنكرياس عباره عن مادة عضو يعني يضمحل ويختفي تقريبا يعني بعد الوفاة، يعني والدليل مثلا عندما تشوفوا يعني الخرفان ولا الكباش كما يذبحوهم كل الأعضاء تصيبهم، تصيب يعني الأعضاء كامل ما عدا البنكرياس ما تصيبوش، لأنه يعني عبارة عن مادة هلامية ويعني ويروح. وحتى الانسان تقريبا نفس الشكل، على هذيك لاغريف تاعو يعني نقله من شخص يعني الى شخص واحد اخر مثل حاله الكلى ولا الكبد هي صعبه جدا، وايضا تخضع الى دي زانديكاسيون. لاغريف دو بانكريا دار عاده كونت يليا اوسي اون انسوفيسونس رينال، وعندما يتم لاغريف تاعو تم في يعني 6 أو 8 ساعات الاولى بعد الوفاه، وهذه اللي صعبت لا غريف تاع لو بانكريا عند الناس، وايضا لو فينومين دو روجي الى غير ذلك. مي هذه من الطرق اللي ايضا يتم تطويرها على اساس باش نتاكدوا بالضبط اذا كان كاين يعني وسيله اخرى يعني لاجتناب لي كومبليكاسيون اللي يقعوا بعد لا غريف ونجاح العمليه بحد ذاتها. وسيله ثالثه اللي نستعملوها الان هي يعني الخلايا الجذعيه، لي سيلول سوش ما تخصش فقط لو ديابيت، تخص ايضا دوتر مالادي، يعني اللي الاصل فيهم انه هناك خلايا ما تخدمش كما ينبغي، ويجب انه زرع خلايا اوليه يعني ما تعرضتش للارهاق او للاتلاف وتقدر تنتج الحاجه هذيك. وبما انه الخلايا الجذعيه هي لي سيلول بيتا اللي موجوده في لي زيلو دو لونغيرونس، اللي موجوده ايضا في لو بانكريا اندوكرين، يعني لو كوتي اندوكرين دو بانكريا، كما تعرفوا البنكرياس فيه جهتين، فيها اندوكرين وفيها اكزوكرين اللي هي تنتج الانزيمات. المهم بالنسبة للخلايا الجذعية أيضا أثبتت بعض النتائج أنها
عبارة عن علاج مستقبلي حقيقي وواعد بالنسبة للناس، وأيضا يتم استعمالها في عدد من دول العالم. تكلفتها باهظة، ولازم تعرفوا أيضا لأنه لا كونسيرفاسيون، باش لأنه الخلايا الجذعية هذه نصيبوهم في الأصل في الحبل السري يعني تاع الإنسان عند الولادة، وممكن جدا تاع كل الأعضاء، يعني تاع كل الأعضاء قدر تصيبها، وكأنها لا ماتيغ بروميير اللي يتكون منها، المادة الأولية اللي يتكون منها كل الأعضاء. طبعا بالنسبة للمستقبل بطبيعة الحال راح تلعب دور كبير الخلايا الجذعية، وتعتبر من الطرق اللي راح تتغير وتدير نوع من الثورة حقيقية في علاج مرض السكري. بالنسبة للأعمال الأخرى اللي خاصة بالزوتر مويان اليوم جدد اللي موجودين، كاين عمل اللي دار في لونيفرسيتي دو موناش اللي هي في أستراليا، وأيضا بيرمنغام في أنجلترا، وأيضا ستراسبورغ في فرنسا. العمل هذا يخص مادة أو دواء يسموه الـ PATAS. هذا الدواء عبارة عن علاج يصلح يعني الأصل في السكري اللي هي الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية هي اللي تكون السبب الأولي تاع لا ريزيستانس الانسولين، واللي هو المشكل الأول اللي يصيب السكريين بصفة عامة. هذه المادة أصبحت قادرة على تغيير يعني العمل تاع هذه الخلل بلوتو تاع هذه الخلايا الدهنية، وتصبح يعني هذه الخلايا سنسيبل على الانسولين، يعني تخلي الانسولين تخدم كما ينبغي، وين الانسولين تقدر تعطي يعني نتائج ممتازة. هذه الخلايا قدر يعني هذا العمل تم نشره في جريدة العالمية ديابيتيز في 2021، وفعلا أيضا من المواد اللي مهمة جدا واللي قدرت تغير بطبيعة الحال لهذا الأمر. أيضا في كارولينسكا في جامعة في السويد يتم الآن البحث على جزيء يسموه لو سي دي 66 1578. هذا الاسم التقني تاعو، ولكن هو واش يدير؟ هو يحفز الخلايا تاع البيتا ويعاود يعطيهم نوع من يعني الحياة الجديدة، ويعطيهم قدرة على يعني استعادة العمل تاعهم. وأثبت هذا في الحيوانات، استعملوه في السمك الأزرق، استعملوه وجاب نتيجة كبيرة بكثير. وأيضا هو من الأدوية أو من الطرق العلاجية الجيدة والقادمة، واللي راح أيضا راح تغير على أكثر من مستوى. من ناحية العلاج الطبيعي كاين بكتيريا، هذه البكتيريا اسمها أكريمونسيا ميسينيفيلا، اللي هي ما يسمى في الميكروبيوت، واللي هي عبارة عن بكتيريا صحية يعني صديقة للإنسان، ماشي المفهوم البكتيريا على أساس أنها نوع من أنواع الجراثيم. هذه البكتيريا لاحظها أنها تطورت القدرات تاع الإنسان في استعمال السكري بطريقة موازية لاستعمال الأنسولين الطبيعية، وهذه أيضا من الأشياء نقول أنها طبيعية، لكن الأبحاث أيضا ما زالت مستمرة باش عندما يستعملوا طرق من هذه الطرق لازم تكون فائدة، لازم تكون آمنة، ولازم ما تكونش يعني عندها مفعول مؤقت ومن بعد تروح. ولكن العجلة تاع التطور اللي موجود الآن على مستوى العالم من ناحية العلاج السكري على عجلة لا تتوقف. كل دول العالم يعني المتطورة والجامعات الكبرى راهي تعمل على تخلص من مشكلة السكري هذا اللي تعانوا منه يعني البشرية، وخاصة المضاعفات نتاعو. نظل اليوم راني عطيت يعني نبذة على ماذا يقع في العالم الآن على مستوى العلاجات الجديدة للسكري، وكل ما تكون هناك يعني ديزانفورماسيون جدد راح نخبركم بها. نتلقاو إن شاء الله في فرصة أخرى. السلام عليكم.